هنا في القرية الإيطالية، سفرة الأربعينية تمتد من أربيل إلى البصرة ليساهم إقليم كردستان برسم صورة التعايش والتآخي، وللسنة العاشرة على التوالي بتأمينه لكافة إجراءات نصب هذا الموكب الحسيني. في هذا الموكب تحضر القيمة النجفية لتشهد إقبالاً كردياً وعربياً، لا سيما من المواطنين الكرد الذين كانوا يقيمون في بغداد وبقية المحافظات، ليعيدهم طعم القيمة النجفية وأجواء المواكب إلى سنوات طوال قضوها متحابين بين مختلف الطوائف والأديان، وما زالوا متمسكين بهذه المحبة. كل بغداد كل مكان هاي تدور تاخذ تجر الصبح واطلع واجيبها ناكل ثلاث وجبات. أما المقيمون في إقليم كردستان من محافظات الجنوب فقد وجدوا في أربيل ما يغنيهم عن عناء السفر والمشاركة ببعض طقوس زيارة الأربعينية، وفي مقدمتها طبخ الطعام، مشيرين إلى أن العثور على مواكب الطبخ في أربيل أصبح أمرا يسيرا بعد أن صار الإبلاغ عن موعد ومكان التوزيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا من بحارة الوصل سابينا قريب على إيطاليا سيد واقع. والله حلو على التواصل إحنا وصلنا المكان هذا للسيد هناني الحمد لله. والخير بعد الإمام الحسين بعدها لازم نتواصل نعرف وين الثواب وين مكان الناس الطواف. أصحاب هذا الموكب قادمون من مختلف المحافظات العراقية ومقيمون في إقليم كردستان للعمل، مشيدين بالتسهيلات التي تمنحها السلطات في الإقليم لإقامة مواكب توزيع الطعام التي يتوافد عليها الغني والفقير. طبعاً الحسين دوري صديقه كافة الأديان والطوائف. موضوع التمن والقيمة النجفية الكوفاوية طبعاً صار لنا حوالي السنة العاشرة نطلق في هذا المجال التمن والقيمة، ونشكر طبعاً الجهات المعنية الموجودة في كردستان أربيل العراق من الدعم اللوجستي من المسؤولين على هذه المنطقة واللي هي منطقة المدينة الإيطالية نمبر 1. لوان نيوز عبد الله النجار أربيل.